غير مرحب بك في لندن عبارة تنتشر في شوارع لندن بالتزامن مع زيارة أمير قطر للعاصمة البريطانية. الإعلام البريطاني استبق زيارة تميم بنشر تحقيق بثته بي بي سي يثبت دفع قطر أكثر من مليار دولار لميليشيات إرهابية موالية لإيران، وهو تحقيق عزز شكوك الرأي العام البريطاني في طبيعة الدور التخريبي لنظام الدوحة، وسبب حالة واسعة من الرفض لزيارة تميم للمملكة المتحدة. بريطانيون وزعوا منشورات تطالب باعتقال ومحاكمة تميم، تهمين النظام القطري بأنه أكبر داعم للإرهاب في العالم. أكثر من 80 نائب بريطاني أعلنوا عن مقاطعة البرلمان في حال حضور تميم وإلقاء خطاب فيه، حالة من السخط الشعبي والرسمي تؤكد أن بريطانيا تنوي فتح ملف دعم قطر للإرهاب.